السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الفلون اللي غادي يكون بالكسكاس ان شاء الله، غادي يتحضر في اسرع وقت. كنحتاجو له عندنا هنايا 4 ديال البيضات، وعندنا كاس ديال السنيده، وعندنا 3 ديال المعالق السنيده كذلك، وعندنا جوج خديشات ديال الفاني، يعني شاصيات ديال الفاني تنسيمه على حسب نتوما شنو بغيتو، اما السائله اما هذه دي بحال سنيده. وعندنا هنا نصف لتر ديال الحليب، 500 مليلتر ديال الحليب. هنايا غادي ناخذوها اول حاجه، غادي ناخذوها السكر هذا ديالنا اللي غادي نضيفوه هنا، وغادي نضيف عليه واحد جوج معالق ديال الماء، وغادي نديرو يتكراميليزاد هنايا باش غادي يولي ليا كريم كراميل. هنايا غادي نضيف هاد البيض بوحدو اللي غادي نطربو هنايا، كذلك غادي ناخد هنا نصف لتر حليب، وغادي نضيفو هنايا، غادي نديرو يغلى، غادي يفيض يعني بحال اللي كنغليو الحليب بوحدو. وغادي نضيف معاه واحد جوج خنيشات ديال الفاني، وحده غادي نديرها هنا مع الحليب، وحده غادي نديرها نطربها مع البيض. هنا غادي ندير الحليب، غادي يغلي دابا هاد الحليب هذا، غادي نردو انا، غادي يغلى، غادي نديرو فوق بوطه غادي يغلى. وهذا درت له جوج معالق ديال الماء، وغادي نديرو يتكراميزا فوق البوطه كذلك هنايا. وهذا الحليب، دابا هذا غادي نخليه على نار هادئه حتى كيتعس لنا. وهنا راني مرضه الكسكاس اللي غادي نبخرو فيه هذا الفلون هذا، وكيدير اللي قلت لكم دابا هادو غادي نخليو كل واحد كيفيض. دابا غادي ندوزوك بعد ما غادي يكون هذا السكر هذا كيدوب لينا، غادي ندوزو باش نصوبو البيض باش نخويوه في ليمون. هاد الكاس الكيسان اللي غادي يكونوا بحال هكا فناجين ولا شي زليفات عندكم صغيورين ديال لي فلون. دابا غادي نخلي هاد العناصر هادي، دابا غادي ندوزو نكملو. دابا غادي ناخد البيض اللي غادي نفقيه هنايا، وغادي نضيف ديك 3 المعالق ديال السكر سنيده، نتوما على حسب الذوق ديالكم على الحلاوه. كذلك هذيك الخنيشه ديال الفاني اللي بقات لنا، هذه درناها مع الحليب. دابا غادي نطربهم مزيان، والسكر ديالي والحليب راه فيه فوق العافيه ولا فوق النار. هاد بالنسبه لهاد الفرن سريع، زعما سريع في الخدمه ديالو، يمكن لكم تحضروه في دغيا بالزربه خصوصا في رمضان الى بان لكم شي واحد جا عندكم ولا لوليداتكم في الليل. انا ها هو دا السكر، ها هو دا راه كيدوب، غنخليه على خاطرو ما نحركوش حتى كيتكراميلا بوحدو. مره مازال في هذا باش كنوريكم الخطوات، يعني راه السكر منين كيتجمع وكيكون بيض كيولي كتولي وتهزو واحد الخشبه، وتعاونوه انه تبقاو مره مره تبركوا عليه كتهرسوه باش كيتحمر لكم، يعني ماشي تقولوا ما نجح لكمش الكراميل. كاينين بزاف الناس اللي ما تينجح لهمش الكراميل السكر ما مكرمل، يعني ها هو دار بدا كي هنا كيشد اللون ديالو. كنعاونوه شي شويه دابا بالتحرك باش كيدوب بسهوله وكيقبض لنا داك اللون اللي حنا بغينا ديال الكراميل. هذا هو الكراميل اللي كنخدموه، اللي كنزيدوا له الكريمه والزبده، راني كنت حاطاه لكم في القناه، ها نتوما شفتوه، يعني ما كنخليكمش ما تفهموش الحاجه وما تصدق لكمش. دائما كنساعدوا الكريمه بالتحراك في التالي باش كيدوب لنا، وكنضغطوا على داك السكر اللي كيكون حبيبات، مازال كيقبض لي اللون وكيزيد يخفف.
طماطمشته صافي. هنايا حبست عليه النار، غادي ناخذ الفناجين ديالنا وغادي نضيفوه القليل منه لتحت، يعني عدد الكؤوس اللي عندكم، يعني باش كيجينا ديك الكراميل من الفوق. يقدروا يعمروا لي هاد الكيسان، يقدروا ما يعمروهمش. صافي هنا درت، سمعتوا هاد الصوت هذا، درت الماء في الكاسرونه ضروري باش ما تقصح لكمش. دابا هنايا عندي هذاك الحليب المغلي، كل بعد ما طربت داك البيض مزيان واحد دقيقه. دابا غادي نبقاو كنضيفو، حنا ما كنحبسوش التحراك باش ما يطيبلناش البيض. اقصى سرعه لان خصنا البيض ما يطيب ليناش. صافي دابا غادي نخويوه في الكيسان. وكنضيفوهم في الكسكاس اللي غادي راه تيطيب كيغلي، خصو يكون فيه العافيه حراره مرتفعه. يعني دابا غادي ناخذ فيلم اليمونتير، يعني طريفات صغار اللي كنت انا موجداهم دابا، وغادي نغطيوه مزيان باش ما نخليولوش الهواء ديالو يخرج بحال هذا الشكل. وغادي نشطفوه في الفران في الكسكاس في الفران سمحوا لي هكذا نكملهم كاملين. غادي ناخذ الكسكاس وغادي نستفوهم هنايا بعد ما غطيتهم كاملين، وغادي نضيفهم ونغطي عليهم الكسكاس ونخليهم الوقت غادي نقول لكم شحال لحسب نتوما. غادي ناخذ هذيك الغطايه بعد ما راني هزيتها من فوق الكسكاس، وغادي نغطي بها ونضيفها بحال اللي كنفورو الكسو ونخليها ونتلاقاو من بعد ما يتفور لينا. صافي هنايا من بعد ما دازت 15 دقيقه في الكسكاس، من بعد ما كانت حراره عاليه في الكسكاس، يعني غادي نقبطو وغادي تهزو بواحد الكيردون ولا عويد ديال القطبان ديال الخشب اللي كنديرو به الشوا، وغادي تدخلو هكا هانتوما شفتو طاب، يعني 15 دقيقه طاب نيشان. كنتو حسيتو براسكم نتوما، انا عطيتكم 15 دقيقه على حسب كل واحد والخدمه ديال يدو. حسيتو به بان باقي غادي تقدو تزيدو عليه العافيه، انا عندي خدا 15 دقيقه. صافي دابا غادي نخليه ياخذ حراره المطبخ، ومن بعد نحطو في الثلاجه حتى تقدموه نتوما كيف بغيتو، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالو. صافي هنايا من بعد ما دخلتو للثلاجه برد لي مزيان، المهم الوقت اللي بغيتو نتوما، يا ساعه يا ساعتين يا ليله يا
يا صباح يا عشيه. المهم نتوما فوق ما احتاجيتوه، يا داك الساعه تدخلوه المجمد يبرد لكم وتوليو تخرجوه دغيا بالزربه. دابا غادي ندوز عليه واحد السكين من الجناب هكا، وغادي نقلبوه فوق هاد البصل ونرجع لكم. انا هنا قلب كي دوزتهم بالموس من الجناب مزيان، وصلت لهم حتى للجدر، ها هو دا قلبت هذا من بعد ما خليتهم هكذا واحد شويه، وغادي تضربوا عليهم مزيان هكذا مزيان باش غادي يهبط لكم هذاك. المهم كيف غادي نوريكم هكذا كيجي، راه القاع الداخل كيكون باقي فيه هذا لان تيكون جمد. صافي دابا غنقلبهم هكا، وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيوجدوا. صافي ها انتم كيف كتشوفوا كيجي رائع، وكنتمنى انكم تجربوه، وكنشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.